أنا كنت أجب نعود وأنه وراه إذا تركت المجال للتأويل هذا هو جاء من خلال الوثيقة التي انطلقت منها الأبحاث اللي انطلقت منها اللي هي تعرضت بوضوح قالت راه في إطار هذه تبييض الأموال وغيره راه كان مستعمل للضغط أو إلى التأثير على الخط التحرير. معناها خلى المجال هنا أنا كرجل قانوني أنا كي ناخذ ملف ناخذه كنبحث على الجريمة وكيفاش نتحضها كيفاش ندافع على منوبي. اليوم في خلال هذه الوثيقة تخلي كل من يريد أن يجعل هذه النقطة ويستعملها خاصة وين باش تولي هي موجودة هذه النقطة وتستعمل بكثر لما تنعدم الجريمة من البال اللي التهم اللي قدمت ما نلقاوش الجريمة كي ما نلقاوش الجريمة ولو نقولوا ما فما حاجة خرج ما في الحبس علاش هنا التهم هي تبييض الأموال باش نبداو في القانون تبييض الأموال والإثراء الغير مشروع. جينا بينا كنت قدمت لكم وأنه تبييض الأموال لابد من أنه يكون مصدر هذه الأموال هو مصدر فاسد يعني هنالك جريمة سابقة وهنا ما تعرض لا البحث ولا التحقيق إلى أي جريمة سابقة وبالتالي كيف نتحدث على جريمة تبييض الأموال. إذا جينا النقطة الثانية اللي هي الإثراء بدون سبب لو نوجدوا الفلوس أكثر من المداخل وهذا بينوا على الأقل حسابيا اللي هو شيء علمي وأنه لا وجود ولا إمكانية الحديث على أموال ناقصة لأنه هو في ما تمكن من أنه يتحصل عليه أكثر من اللي هو يمتلك معناها كملكيات وكعقارات وبالتالي ما فيش ثراء بدون سبب. لذلك لما احنا قلنا ما فماش جريمة ودافعنا على نور الدين بوطار أنه ما فماش جريمة ترجع التأويل إلى النقطة اللي انطلقنا منها في البداية اللي هي نقطة قدمتها راه الوثيقة اللي انطلقت منها اللي جاءت فيها الفرق اللي قدمت للسيد وكيل الجمهورية كانت تحكي في جزء معين منها إضافة على أنه الخط التحرير. هنا يصبح التأويل هو زوز تهم رسميا لكن هنا عند غيابهم عنه يصبح التأويل قائم الذات والناس تبحث خاصة في مجال الحقوقي ومجال الإعلام اللي هو حساس تولي الناس تبحث تقول لا ما لا نرجع إلى الأصل اللي هي هذا ما فماش جريمة وما فماش عمل قانوني بل هي تصفية حسابات. قدمتوا مطلب للإفراج؟ أي نعم قدمنا الأمس 20/21 فيفري قدمنا مطلب يعني هو بعد أقل من 24 ساعة أقل من 12 ساعة على نهاية على قرار الإداء ولكن احنا هذا كان نعتبره إجراء هام إجراء قانوني يتمتع به المنوب باش نمشيه به إلى دائرة الاتهام وكل ما هو يسمح لنا به القانون وكل ما يخول لنا باش ندافعه على نور الدين بوطار باش نعمله بالقانون وكرجال قانون وكهيئة الدفاع. فاحنا تو ننتظر في قرار التحقيق باش في جوابه على المطلب باش نتحول إلى معناها الطور الثاني اللي هو نتوجه به إلى محكمة الإسلام. سامحني سي عبد العزيز توضيح شكون الجهة اللي يعني قدمت الشكاية هذه؟ هي الفرق المختصة لا مش الشكاية اللي بدأت في أنها تطلب من عند النيابة العمومية الدعوة